مازال لقاء مازال تواصل كجمانا بكم مستمعينا دائما في برنامج لالا مولاتي على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. غادي نمر مباشره لشيوات لالا مولاتي. اليوم معنا في تواصل مباشر ناجيه من وجده لمجده العديد من الاقتراحات. صباح الخير ناجيه. صباح النور. احنا بديالي لاباس عليك؟ صبحتي الحمد لله. نتمنى تكوني على خير وتحيي الكل اوفياء انا بوجده. الله يبارك فيك. البرنامج الله يبارك فيك. برنامج ديالكم وتستاهلوا كل الخير. العائله العظيمه راه في المستوى الحمد لله. لا يحشمنا بارك الله فيك بكم الحمد لله بتواصلكم الدائم. لا يخطيكم علينا. لا كنشكرك بزاف. بعد اول حاجه كنشكرك بزاف لانه الاقتراحات اللي قدمتي لنا يعني هذه مده لقى استحسان ديال بزاف ديال المستمعات وحنا للاسف غير ما كيبقاش لنا الوقت عاد نعاودوا نرجوهم مره اخرى. فمرحبا بك دائما. لا خدك. تفضلي ناجيه. جميع المستمعات اولا هي عائشه السعدي على كل وصفات ديالها وكنشكر لالا ناديه فاس كنشكرها على البغريجه زوينه فعلا ورشيده يعني يمكن نزر فيك ما سمعتكش مزيان. اييه رشيده من الجرف كنشكرها. اييه رشيده من الجرف تحياتنا لها. اييه وكنشكرها بزاف وكنحييها. مرحبا بسلامك. اكيد راهم في الاستماع. باش غادي نبداو اليوم انا جيه المستمعات وكل اللي كيعرف ناجيه. مش حتى واحد ما يتقلق ياك. واه نيسان. الحمد لله. واخا باش غادي نبداو نعطيك دجاج بلا شابلور. بسم الله. كناخذ واحد الدجاج تاع كيلو ونص. عندنا معلقه كبيره على مطاخ. ايه عندنا ملحه البزار عندنا واحد الياغورت طبيعي بيضه عندنا لاساطلوغ يعني الخبز الفلفل عندنا جوج معالق كبار من الزبده. هادو هما الوصفة. هذا هو الوصفه. واخا نعاودهم لالا سنه الا سمحتي. تفضلي. كناخذوا دجاجه نتاع كيلو ونص عندنا معلقه كبيره من لاموطاس عندنا الملحه البزار ياغورت طبيعي بيضه لا شابلور عندنا جوج معالق كبار من الزبده. كنمشيو للطريقه. كناخذ واحد الاناء كنديروا فيه لا موطارت والملحه والبزار والياغورت الطبيعي وكنحركوا مزيان عاد كنزيدوا البيضه وحنا كنضربوا مزيان. من بعد كنغسلوا مزيان الدجاجه ديالنا من طبيعه الحال كنغسلوها مزيان وكنقلعوا لها لالا سناء الجلده. وكنقطعوها اطراف وكنرقدوها في هذه الصلصه اللي وجدناها. ايه من بعد كنخليوها ليله كامله. من بعد كنحيدوا قطع الدجاج من الصلصه وكنغمسوهم في لا شابلور. واخا كنغمسوهم مزيان. من بعد كناخذوا اللاطه ديالنا كنفرغوا فيها الصلصه اللي بقات لنا وكنسدفوا قطع الدجاج وكنديروا فوق الدجاج طريفه تاع الزبده وكندخلوا الفران كيتحمروا بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. يعني كيف ما قلتي اما الدجاجه كامله من الاول نرقدوها ونقردوها في ثاني حاجه اولا مباشره ناخذوا قطع ديال الدجاج. قطع الدجاج اللي كان عندنا. اييه على حسب اللي متوفر. واما كنرافقوه مع الخضر او بطاطا مقليه اللي كان. اييه ولا شويه الروز على حسب شنو بقى لنا. اللي بغات. كيجي معتبر هذا لالا سناء ما بغيتش نقول سميتو. مي كيجي بحال اللي كيتخاد يعني في في المطاعم واللي كيبغيو الوليدات الصغار بزاف واحسن حاجه هو يتصايب في الدار. طريقه الحال لالا سناء كناخذوا عندنا دجاج معسل ومعمر باللوز. دجاج معسل. اييه ومعمر باللوز. عندنا دجاجه كيلو ونص. اييه عندنا جوج بصلات كبار عندنا الملحه البزار عندنا الخرقوم سكنجبير عواد القرفه السمن زعفران شعره عندنا ثلاث معالق كبار زيت عندنا للحشوه عندنا جوج معالق كبار تمر مقطع قطع صغيره عندنا جوج معالق كبار لوز مسلوق ومطحون عندنا معلقه كبيره من الزبده القرفه شويه مسكه حره مدقوقه شويه ملحه والسكر حسب الذوق. نعاود لالا سناء. اييه عندنا دجاجه كيلو ونص. عندنا جوج بصلات كبار ملحه البزار خرقوم سكنجبير عواد القرفه السمن زعفران شعره ثلاث معالق كبار زيت عندنا للحشوه جوج معالق كبار تمر مقطع قطع صغيره عندنا جوج معالق كبار اللوز مسلوق ومطحون عندنا معلقه كبيره من الزبده القرفه شويه مسكه حره مدقوقه شويه ملحه سكر حسب الذوق. اييه طريقه نشوف الطريقه. كنخلطوا مقادير الحشوه كامله في واحد المقله اي تسحر شويه اي ما تجمع لنا لالا سناء
باش تجمع لنا، كنعمروا بها الدجاجه وكنخيطوها وكنربطوها بالكتيفات والخدات ديالها، وكناخذوا الطنجره كنديروا فيها الزيت ونضيفوا البصله مقطعه. واخا الا سمحتي يعني ديك الحشوه اللي فيها اللوز مع التمر. واه ياكو شويه الزبده والقرفه والمسكه حره. اللوز قلتي لنا غير مسلوق ومطحون، ما مقلي ما والو. لا ما مقلي حتى لا لسانه، غير مسلوق ومطحون. اييه نعمروا به الدجاجه قلتي لنا نخيطوها مزيان وفي الطنجره. وكناخذوا الطنجره كنديروا فيها الزيت ونضيفوا البصله مقطعه قطع صغيره ونضيفوا كاع التوابل كامله اللي ذكرناها. اييه العطريه كامله. ونزيدوا الدجاجه ونخليو كلشي كيتسحر مزيان. من بعد ما يتسحر مزيان كنضيفوا كاس ديال الماء مرطب فيه زعفران شعره. اييه وكنبلعوا الطنجره ديالنا وكنخليو على نار مهيله. من بعد ما يطيب الدجاج كنحيدوه ونخليو البصله تحمر مزيان. وكنزيدو العسل الحر، اما العسل الحر او العادي لا لسانه. اييه وفاش تغمر البصله كنرجعو كنرجعو الدجاجه باش تشرب ديك الدغميره حتى هي. وتكون سخونه. وانا وفي الاخر كناخذو الطبق ديالنا كنحطو الدجاجه في الوسط وكنزيدو الدغميره في الجوانب ونزينو بالتمر واللوز. يعني لا لسانه التمر الا كان قاسح شويه كنفوروه. اييه كنقلعو ديك العلفه ديالو كنديرو فيها اللوزه وكنزوقو بها الطبق وبالصحه والراحه كتجي معتبره للسنه. اييه الله يعطيك الصحه بارك الله فيك. يعني كتكون البصله هكا مدغمره هكا بالحلاوه، وكيف ما قلتي لنا نزينوها بالتزيين باش تبان على انه راه العماره اللي عمرنا راه فيها التمر وفيها اللوز. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. عندي بيني بالبطاطا. اييه عندنا زوج بطاطا متوسطين مسلوقين ومطحونين، عندنا كاس حليب، عندنا كاس زيت، عندنا كاس سنيده، عندنا بيضه، جوج خمارات، عندنا جوج معالق كبار من خميره الخبز، والدقيق حسب الخليط. نعاود المقادير. اييه عندنا جوج بطاطا متوسطين ومسلوقين ومطحونين، عندنا كاس حليب، كاس زيت، كاس سنيده، بيضه، عندنا جوج خمارات حمر، جوج معالق كبار من خميره الخبز. هادشي كامل اللي ذكرناها لاله سناء كنخلطوه في الخلاط الكهربائي من غير الطحين. من بعد كنخلطوه مزيان وكنديروا في واحد الباسينه ونزيدوا الدقيق كنزيدوا الدقيق على حسب الخلطين فيما تجمع لنا، ما تكون قاسحه ما كتكون مخيه كتكون مزيانه. بين وبين. من بعد كنسرحوها بالمتلك كنقطوها على شكل دوائر. وكل دائره لاله سناء كناخذوا الوسط ديالها دائره كنقطعوا بالقطاعه. جينا على شكل بيني. اييه من بعد كنخليهم يخمروا ساعه ونقريهم في الزيت. من بعد الا بغينا نغطسهم في الشوكولاط وكنرشوا عليهم فوقهم بيستاج مهرمش كيجي بحال الدونات. اييه فعلا. كيجي معتبره بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. كيبقى تزيين على حسب شنو كيبغيو الوليدات وعلى حسب شنو عندنا في الكوزينه. تبارك الله عليك. وحدو كيجي زوين. عندنا لاموس بالتمر. اييه نستافدو من التمر. غادي نعطيك المقادير والطريقه في نفس الوقت. اييه تفضلي. كناخدو جوج كيسان تاع الماء مغلي وكنزيدو كاس تاع الحليب مركز مسوس وكنزيدو جوج باني كنخلطوهم اي بواحد الفرشات وكنخليهم على جنب. كناخدو الدراب الكهربائي كنديرو 3 صفار بيض، كنضربو 3 صفار البيض وبيضه كامله وكاس سكر كلاصي، كنضربوهم مزيان حتى يولي اللون ديالهم بيض. من بعد كناخدو كاسرونه فوق النار مهيله كنديرو فيها الخليط الاول والخليط الثاني، فهمتينا لالا سناء؟ اييه. من بعد كنزيدو معلقه نتاع النشا. وكنحركو مزيان حتى نشوفو بحال اي بغات تطلع الغليه كنطفيو عليه. اييه. من بعد كنزيدو جوج كيسان تاع التمر مقطع قطع صغيره ونزيدو نص معلقه مسكه حره مدقوقه وقصرة حامضه مشكوكه وكنخلطو مزيان ونخليوه يدفى. وناخذ واحد المولله سناء يكون مستطيل كنفرشو فيه بلاستيك غذائي. اييه كنديرو فيه الخليط وندخلوه الكونجيلاتور اي قبض راسو ونخرجوه. وكان يعني هاد الوصفه لاله سناء هاد لاموس كيجي بحال انبيش. اييه وبالتمر. وبالتمر وكنقلبو في الطبق ديالنا وكنزوقو فوق بالقطعة الشوكولات ونصوصات تاع القرقاع.
وكنقدهم بالصحه والراحه كنجمعوا صبر اللسان. ما هي الله يعطيك الصحه. قلتي لنا هذا موس بالتمر نستافدوا من يعني من القيمه الغذائيه اللي في التمر وكذلك كيتقدم بحال ديسير. قلتي لنا انا غادي نعاود معك الطريقه الا سمحتي على حساب داكشي اللي فهمنا وشوفي حاولي تصحي معنا. لا بغيتي نعاود ما كاين. الله يبارك فيك. قلتي لنا غادي ناخذوا جوج كيسان ديال الماء مغلي ونضيفوا لهم جوج كيسان ديال الماء مغلي ونضيفوا لهم كاس ديال الحليب مركز اللي غير محلى اللي هو مسوس مع جوج ساشيه ديال الفاني يتخلطوا مزيان ونحتفظوا بهم على جنب وناخذوا الطراب الكهربائي ونديروا فيه ثلاثه ديال الصفار ديال البيض مع بيضه واحده كامله مع كاس ديال السكر كلاصي ونبقاو نطربوا فيهم مزيان طلعوهم مزيان حتى يوليو بحال الثلج. لا ماشي بحال الثلج كيعطي واحد اللون ابيض. اه يوليو ابيض لانه درنا غير الطراب الكهربائي. عندك الحق. ثلاثه صفار ديال البيض مع بيضه واحده كامله مع كاس ديال السكر كلاصي هادشي كله غادي ندوزوهم في الخلاط مزيان يطربوا مزيان حتى يولي ديالهم لون ابيض. من بعد قلتي غادي ناخذوا في كاسرونه على عافيه مهيله غادي نديروا داك الخليط الاول ديال الماء مع الحليب مركز مع الفاني ونضيفوا ليه الخليط الثاني ديال البيض والسكر كلاصي. نخلطوا مزيان في عافيه مهيله في كاسرونه وعاد نضيفوا معلقه كبيره ديال النشا وحنا كنحركوا مجرد غير طلع الغليه ونطفيو عليه وخارج العافيه غادي نضيفوا جوج الكيسان ديال التمر مقطع طريفات صغار مع شويه ديال المسكه حره مدقوقه مع قشور ديال الحامضه ياك ملي كيتخلط مزيان ديك الساعه كناخذوا المول ونفرشوا فيه البلاستيك الغذائي يتفى شويه. من بعد ناخذوا داك المول ونفرشوا فيه البلاستيك الغذائي باش نتحكموا فيه ونفرغوا هاد الخليط كله ونبسطوه مزيان ومن بعد ندخلوا الثلاجه غير يقبط راسه ومن بعد نقلبوه ونزينوه بطريقه اللي بغينا. قلت لنا بالشوكولات ولا بالحبات ديال الكركاع. واه الحبه الخفيفه تاع الكركاع بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك على لاله. بارك الله فيك. تبارك الله عليك انا جيه. ربي يخليك. نشكرك بزاف. عندي طورطه بالاجاز. اييه واخا نختموا بها. عندنا كلت مع عندنا بالعفو عندنا كلت بيضات. اييه عندنا جوج معالق كبار زبده. عندنا جوج معالق صغار تاع خميره الحلوه. عندنا جوج كيسان دقيق. عندنا كاس سنيده. كاس نتاع النشا. عندنا فاني قريصة الملح عندنا إجازة كبيرة عندنا المربى وعندنا اللوز مهرمش. نعاود المقادير واخا إلا سمحتي. نعم. إييه عندنا جوج معالق كبار زبدة. عندنا جوج معالق صغار من خميرة الحلوة. عندنا جوج كيسان دقيق كاس سنيدة كاس النشا. إييه فاني عندنا قريصة الملح عندنا إجازة كبيرة يعني بعويدة. عندنا المربى واللوز مهرمش. ايه هذا التزيين. بنفس الطريقة كنضربوا البيض مع السكر زائد الفاني قرصة الملح من بعد كنزيدوا الزبدة بشوية بشوية وحنا كنضربوا من بعد كنزيدوا الدقيق مغربر مع الخمارة والنشا وكنخلطوا مزيان وكندهنوا المول ديالنا بالزبدة ونرشوا الدقيق ونديروا فيه الخليط ونقسموا على لسانة الإزازة على جوج باش يجيونا شرائح متساويين. وكنسدفوا على شكل دائري كيجي على شكل وردة وكندخلوا الفران. البعويض غادي نقطعوها كاع على شكل هلاليات بحال التفاح ولا عندك شي شكل اخر؟ كيجيو شرائح رقاق. اييه كنقسمها في الوسط يعني باش يجيونا شرائح زعما متساويين. وبالنسبه للجمعه الكبار ديال الزبده مذوبه؟ لا لا هذاك كندهنوا المول بالزبده وكنرشوا بالدقيق. لا حنت في المقادير عطيتينا الزبده ياك؟ وذكرتها قلت لك كندربوا بشويه بشويه الزبده يعني كان مع المقادير. دابا ثلاثة ديال غادي نعاود على لاله. واخا إلا سمحت. كنضرب البيض مع سنيده وكنزيد السكر يعني مع سنيده وكنزيد الفاني. اييه والملح. كنزيد قرصة الملح. من بعد كنزيد الزبده بشويه بشويه وحنا كنضربوا. وهاد الزبده يعني غتكون رطبه؟ تكون غير رطبه صافي. لا طبخ بحالك. اييه تكون اييه تكون واخده درجه الحراره المطبخ ما مذوبه ما والو. اييه لا ما مذوبه. واخا ونضيفوا الطحين والنشا قلتي لنا والخمارات. وكندهنوا المن ديالنا بالزبده وكنرشوا الدقيق ونديروا فيه الخليط وكنقسموا الازازه على زوج وكنقطعوها شرائح وكنسدفوها على شكل دائري كيجينا الشكل ديالها بحال الورده لاله سهله. اييه وكندخلوها للفران ومن طيب كندهنوها بالمربى ونرشوا عليها اللوز مهرمش كتجي منظر ومذاق والله العظيم وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه.
تبارك الله عليك دائما كتمتعينا بشهوات مختلفه ومميزه جدا. الله يعطيك الصحه ناجيه من وجده. كنشكرك بزاف وكنشكرك يعني تحيه ليك ولكل العائله ديالك فين ما كانت بوجده والنواحي. اذا نتمنى لانه اكيد لان تكونوا سجلتوا معنا هذه الاقتراحات المميزه جدا مع الناجيه من وجده اللي قدمت لنا جوج الانواع ديال الدجاج، الاول بلا شابلوغ والثاني اللي معمر بالتمر واللوز يعني معسل، وكذلك قدمت لنا البنيه وهكا كيكه بالبعويد و موس بالتمر. نتمنى انه تجربوا حتى هذا الموس التمر بالنسبه للوليدات اللي ما تيبغوش التمر، فهذه طريقه يعني مزيانه على اساس انه نقدموا لوليداتنا هكا بالتمر بطريقه مختلفه.